sevmese John Lillywood kaskiyet. Hamması aldığında fakat Kasimov. Manget ich tam. Bacar Kasimov. Nihayet üçreşudaki hesabını özgertirdi. İkinci time'nin 26. Kasimov. Marjanal Kasimov. Kameradan bakmanın fatama. Yorukunda tıkancız işte. Kozu yaşı kuradıken vaziyetten. Kozu dakikalarda belki bana. Меджалол Касымов, автор гола в ворота англичан, заставил болельщиков «Спартака» не умолкать до перерыва. Отбившись от углового, владикавказцы расслабились и попались на маневр Ливерпуля. كاسيموف سيحاول مع كاسيموف وجول جول 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 للمنتخب الأوزبكي في هذه الدقيقة 22. تحدثت طويلا عن هذا اللاعب كاسيموف وعن هدف تصفيات كأس العالم 2006، وها هو كاسيموف يمنح بداية قوية وأسبقية للمنتخب الأوزبكي. كاسيموف اسمه بالكامل ميردرا جلال كاسيموف، 34 سنة، لاعب المنتخب الأوزبكي وكابتن. في الشوط الأول بدأ الشوط الثاني بشكل جميل، وفي خطأ في مكان خطر للمنتخب الأوزبكي، كرة اللعب في الأمام وفي المرمى مباشرة. المرمى مباشرة هدف من لاعب رقم 4 كاسيموف. كاسيموف يحرز الهدف الساعة 6 من الشوط الثاني أو دقيقة 7 من الشوط الثاني. شوف مباشرة في المرمى، مباشرة في المرمى، شوف 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 بمهارة عالية جدا ليحرز الهدف الثالث في مرمى منتخبنا الوطني، الهدف الثالث لأوزبكستان. كرة حلوة وصعبة دقيقة في مكان. كاسيموف كاسيموف والهدف الرابع لمنتخب أوزبكستان، الهدف الرابع لمنتخب ريرا على طول لكاسيموف اللي بيستقبلها على صدره بشكل جميل وبيهيئها لنفسه بدون مضايقة أبدا من مدافعينا، وبيلعبها على يمين بدر جمعة معلن عن الهدف الرابع لمنتخب أوزبكستان. يعني لعبة جميلة الحقيقة من كاسيموف، مير جلال كاسيموف، جميلة كانت جداً.